وعودة إلى الاتصال السابق ورئيس المركز الإعلامي للمقاومة في الحديدة محمد أنعم. أستاذ محمد، مرحبا بك مجددا، وسألتك قبل قليل عن جديد الأوضاع وجديد المواجهات لا سيما الخروقات في الحديدة. بالتأكيد هذه واقع تعيشها محافظة الحديدة بالذات، هذه مأساوي في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على المدن والقرى وعلى المواطنين في مزارعهم وفلسطينيين، وتزداد الأوضاع تدهورا يوما عن يوم لأن هناك إصرار على عدم الالتزام بتنفيذ اتفاق السويس. ونحن نزداد في المقاومة المشتركة إصرارا على تحرير مدينة الحديدة ووقف هذه الانتهاكات والخروقات التي لا يمكن أن تتوقف إلا بتحرير مدينة الحديدة. هذه ثقتنا وهذه قناعتنا بأن حقابة الحوثي ليس لهم عهد ولا ميثاق. اليوم هناك اعتداءات على في مدينة الحديدة في داخل المدينة، هناك قطع المياه على السكان حي منبر، هناك اعتداءات على المواطنين في التحيتة، هناك قصف على حي، يعني أستطيع أقول لك المشهد يتكرر يوميا. وهناك تكريس في مسألة الاعتداءات الحوثية على المواطنين، ويبدو أن هذا التكتيك إصرار على نفس اتفاق السويد، لأن هناك جهود تبذل الآن من أجل استئناف اللجنة المشتركة اجتماعاتها في الأسبوع القادم. ومع ذلك أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة آخر مرحلة من مراحل الصبر وضبط النفس، لأنه لا يمكن بعد ذلك الاستمرار نعم في سفك دماء السماح للحوثيين أن يستمروا في سفك دماء أهلنا في الاتهامة. هذا مسألة مفروغ منها بعد اليوم، لأنه 9 أشهر مضت ولم يحقق شيء من اتفاق السويد. نعم، في ظل الحديث عن الاتفاق السويد ومحاولة إجهاض ما ورد فيه، هل بقي شيء من اتفاق السويد حتى نتحدث عن هذه الاتفاقية؟ وهل يعني هل هنالك خطوات دولية فيما يتعلق بهذه الاتفاقية وفي إيجاد حل جذري لما يتعلق بخروقات الحوثي المتكررة؟ حقيقة هناك الصوت العالمي المرتفع كان مع الحل السلمي للأزمة اليمنية، وهو طبيعي هذا يطرح يعني، لكن الحل السلمي الآن أثبت هي قاربنا على مرور عام ولم يحقق أي شيء. هذه العصابة لا يمكن أن تقبل بالحوار، لا يمكن أن تقبل بالسلام، لا يمكن أن تقبل باتفاق واضح. هذا هم أرادوا الآن الملعب الكرة بملعب المجتمع الدولي، وتركنا هذه الفرصة ليتأكد المجتمع الدولي أن هذه العصابة لا يمكن أن تقبل بالحوار، لا يمكن أن تقبل بالسلام، ولا يمكن أن تقبل بالآخر ولا بالتعايش الاجتماعي ولا تقبل هو تريد أن تقدم نفسها للمجتمع على أنهم مصطفين من الضرب. هذا كلام فارغ، وبالأخير نحن بالأخير سنحسم الوضع أو سنحسم المعركة عسكريا طالما ليس هناك جنوح للسلام. وواجهتنا كما اكد قائد المقاومه الوطنيه العميد طارق محمد عبد الله صالح، هدفنا الحديده، هدفنا صنعاء، هدفنا صعداء، ونحن على هذا سائرون وسنقدم التضحيات الغالي والنفيس طالما الحوثي لم يجنح للسلام. الاستاذ محمد نعمة، رئيس المركز الاعلامي للمقاومه الوطنيه، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.